أيوة أنا دولة هانم الأرندلي، أي خدمة؟ خير يا دولة هانم، في حاجة؟ لسه هعرف يا متولي بيه، في حاجة؟ خير؟ أعتقد إنه خير طبعاً، بس لازم هي تيجي في الميعاد وما تتأخرش. تعتقد إيه؟ أنت متشيك وجاي هنا عشان تعتقد؟ الكلام ده ما ياكلش معايا، شايف المطوة دي لسه جديدة وليا شقة زفارة في واحد افندي ببدلة كده حلو زيك، هتجيب من الآخر وتيجي دغري وتقول لي مين اللي بعتك ولا اديك هدية للواد صاحبي بتاع الكبدة ده يشفيك ويستفيد بكبدتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا عم. وإيه؟ هو مفيش حد غيركم جه ولا إيه؟ ما هو ده الشرع والأصول يا متر. مش حضرتك دارس القانون؟ مش عارف إن أنا الوريث الوحيد ولا إيه؟ وأنت عارف طبعًا إن أنا لا يمكن أتخلى عن مبادئ وشرف مهنتي، حتى لو على أهل بيتي وأعز أصحابي. أنا أفتح. ازيك يا نفاق؟ اتفضلي. وحيد الله كده وادعي له بالرحمه. استعرفك بنفسي، انا غريب الجوكر اخوها وشقها وملهاش حد غيري. ايوه بس دي قاعده خاصه. خاصه ايه يا عم؟ هو انا كوبري امبابه ولا القمر الاصطناعي بتاع المنطقه؟ انا كنت انا بالمية، انا ليه سبق معرفه بالاخ طرزان وبعرف اتعامل معاه. في ايه يا جوكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت مش اتكلت على الله؟ فاد الله ولا فالك؟ مين الراجل ده يا بابا؟ يا دي بابا وسنين بابا، ما تقولش بابا النهارده خالص. عنك انت يا عبد البديع بيه، ما توجعش قلبك معايا، انا هفهمه. اللي مات يبقى نوح باشا، عم عبد البديع بيه، فهم؟ ولو ما عنديش حاجه اسمها قعده خاصه ولا جزره، طول ما انا حي ارزق، ولا ما تبقاش رجوله لا مؤاخذه. ثانية. ايوه يا ميس. لسه واصلة حالا. لا ما اعرفش حاجة لسه. طبعا هعرف واكلمك على طول. انا اللي هكلمك، انا لسه شحنة دلوقتي، ما تقلقش. اوروفوار. بونسوار. بونسوار دلوقتي هانم. اتفضل ارتاحي. ميرسي. شكرا. انا مش فاهمة اي حاجة. احنا كلنا هنفهم دلوقتي. اتفضلي اقعدي اقعدي. اوكي. الاطراف كده اكتملت ولا في لسه حد تاني؟ فاضل الاخ غريب يخرج يستنى بره لغايه ما نخلص اجتماعنا. لا بقى ما دول، ما انا مش فاهم حاجه، مش هتقمر له شعري ولا بصراحه بقى لا بقى غبي قوي ولا غبي. اتنيل هنا بره لحد ما الجلسه اللي جوه دي تخلص. عارف لو شفتك هقولت ناحيه الشباك ولا باب بشرفي هكون بريء من دمك. كلب وهو قاعد هنا تحت امر جنابك يا باشا. ما عليك تحب ترميني فين؟ اتنين هنا. اهو. لا هنا. اهو يا معلم. اهو يا باشا. ما تهومش ناحيه جوه. صنم قاعد يا باشا لحد ما تؤمرني. سجاره طيب. ما بدخنش. احسن الشيشه ما فيش اجدع منها يا باشا، خلص قعدتك ونطلع كلنا نشايش مع بعض في اي مطرح. طب والعب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احنا اجتمعنا النهارده حسب وصيه المرحوم نوح الارندلي لتوزيع تركته كما اراد وكما امر الله سبحانه وتعالى حسب الشرع. استاذنكم اولا في قراءه الفاتحه على روحه. بعد حصر التركة وعمل الإجراءات اللازمة وذلك قبل كتابة الوصية كما طلب مني السيد نوح الأرندلي، اتضح أن ثروته كالآتي: قصرين وشقة بالزمالك وعمارة بالإيجار في الزمالك وبيع نفس الشقة
وأرض بالساحل الشمالي وستة مليون جنيه سيولة مالية بالبنك وتسعة مليون جنيه أسهم في البورصة. ولكن حسب القانون احنا مش هنقدر نوزع التركة إلا بعد سداد ديون المرحوم كاملة. ديون ايه؟ صينية البسبوسة بالقشطة اللي انت بتحبيها، جايبها لك من الحلواني بتاع بابلوق. كتر خيرك، ولو انه مش وقته في المرار اللي احنا فيه ده. وفي احلى من البسبوسه بالقشطه تحلي المرار ده؟ كليها بالهنا والشفاء انت وجوزك والعيال. انا بقى جايبالك هديه هتعجبك قوي، مش هقول لك عليها. افتحي بقى وشوفي المفاجاه بنفسك. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من حنيه قلبكوا عليا. ايه ده؟ ايه رايك بقى؟ طقم عدسات كل الالوان، اخضر وازرق وموف وبنفسجي وقططي، تتمتعي بيهم وتمتعي سي عبد البديع. ربنا يخليكوا لبعض. والله انتي بنت حلال يا عديله، ده انا كنت ناويه انزل انا ولوزه كمان يومين ثلاثه عشان نشتريهم. تصدقي ان سي عطوه لف على كذا مستشفى من بتاعه العيون وراح محلات النضارات الكبيره عشان يجيب لك حاجه مظبوطه وامان 100%. كتر الف خيره، ربنا يقدرنا ونردها له قريب ان شاء الله. يوه شوف كنت حنسة، سمجاهد ربنا يكرمه ميل عليا العصريه واداني الازازه دي وقال لي اديها لك عشان تهادي بيها سي عبد البديع. على فكره سمجاهد بيقول ان العنبر اللي جوه الازازه دي متعتق من 30 سنه وزياده. الله ريحتها حلوه فعلا، شمي كده يا عديله. معلش لطيفة يا اختي، اصل انا عندي حساسيه في مناخيري. طب ثانيه واحده بقى، هدخل الحاجات دي جوه واعمل لكم القهوه. خفي شويه يا عديله، مش عارفه اتكلم مع اختك كلمتين على بعض. انا كمان عندي كلمتين عايزه اقولهم. ولا ايه؟ انت عايزه تشفطي كل حاجه لوحدك؟ هي حصلت احنا هنعط في بعض. جاية في مصلحة ليا ولجوزي ولابني، وانتي كمان جاية في مصلحة والخير كتير. ايه رأيك بقى لو نحط ايدينا في ايدين بعض بدل ما الحكاية تبوظ ونخرج احنا الاتنين منها اوانطة؟ انتي شايفة كده يعني؟ لما ترجع سيبيني انا اتكلم معايا، قوليلي انتي بس ورسيني على الدور، شوفي عايزة ايه انتي وجوزك وانا هتصرف. استلمت انا نوح الارندالي علي الدواويني مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه فقط لا غير على سبيل الامانة من ابراهيم الارندالي علي الدواويني على ان اسلمها للآنسة دولة ابراهيم الارندالي علي الدواويني عند الطلب او الحاجة اليها، وهذا اقرار مني بذلك نوح الارندالي. يعني ايه؟ نكذب. انت وفين حصل ده؟ اهدى يا عبد البديع، ما اهداش اهدى. ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 5 مليون جنيه. امسكي اعصابك يا هانم، انا لسه ما خلصتش الكلام بخصوص. انت لسه هتتكلم تاني؟ اهدى يا بابا، انا لسه عليا الطلاق. لو قلت بابا تاني لطلق امك وهشردك واسجنك كمان، انت فاهم ولا لا؟ مؤاخذه يا جماعه، انتوا عيله في بعض وانا ما يصحش اكون موجوده وسطيكم. انا هستنى بره ولما تحتاجوني بقوا نادوني. ما دام انهار ما حدش هيخرج من هنا غير لما اخلص قرايه الوصيه. ايه اللي بيحصل عندك يا انهار؟ بتزعقوا ليه؟ اخلص يا حيوان، لا انت هخلص عليك. اسف يا جنابه، استأنفوا كلامكم يا باشا. من فضلكم من فضلكم هدوء شويه، مش كده؟ لسه الثروه كتير ولسه قدامنا تفاصيل كتير قوي، يعني ارجوكم نسمع بعض للاخر في هدوء. هدوء لو سمحت. اهدى كده عنده عشان تعرف راسك من رجليك في الليله دي. اتفضل يا استاذ نبيل. الحقيقة أنا مش إيه ده؟ ست دولة، دولة هاني أنسة دولة، هجيب كولونيا. هي دي بقى الحكاية وما فيها. ها فهمتي؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله يا أختي، ركزي معايا شوية. ما هو إحنا التلاتة مالناش غير بعض، يعني لو ما ساعدتيناش ووقفتي جنبنا انا واختك عديله، ممكن تلاقي عطوه ومجاهد مطلقيننا احنا الاثنين ونيجي نقعد على دماغك هنا اهو. وده يصح برضو؟ انتوا نسيتوا كلمه ابونا الله يرحمه ولا ايه؟ مش كان دايما يقول لنا البنت من دول تطلع من بيت ابوها على بيت جوزها ومن بيت جوزها على ظهرها،
مش كده ولا ايه؟ يا ريت يا دولة هانم تكوني فقت وركزت شوية، وريت كمان تتمالك أعصابك، لأن مفاجآت نوح بيه بالنسبة لك لسه ما انتهتش. كده كويس؟ الصورة مظبوطة؟ ابتدي يعني. طيب طبعا أنا عارف إن كلكم موجودين وبتبحلقوا في الشاشة وأنتوا بتتفرجوا عليا، وعارف كمان إن الأستاذ نبيل مشكورا طلب منكم إنكم تقروا الفاتحة على روحي، وعارف برضو مين اللي كان بيقرا الفاتحة من قلبه ومين اللي كان بيدي عليا وهو بيقرا الفتحة. ازيك يا نهار؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا باشا. طبعا دولة قرت الفتحة ومن قلبها بعد ما سمعت الاستاذ نبيل وهو بيقرا وصل الامانة قبل ما يحط السي دي زي ما اتفقت معاه. كان نفسي اكون معاكم عشان اشوف وشك ساعتها يا دولة. الله يرحمك يا عمي ويدشدش التوبة اللي تحت راسك. رجالك يا دولة ما تقلقيش، فاصل وانا واصل. انا بس عايز اكلم عبد البديع. هو ابنك علي جه معاك يا عبد البديع ولا ما جاش؟ لا موجود يا باشا. انت ليك عين ترد عليه بعد اللي عمل معايا؟ ما تزعلش يا عبد البديع، على فكره انا عامل لك سي دي لوحدك انت عشان تشوفه على انفراد زي ما اتفقت مع الاستاذ نبيل. على فكره الراجل ده بيحبك قوي، بيعزك قوي، بيعزك معزة أنا ما شفتهاش بين اتنين أصحاب طول عمري. ربنا يديم المحبة والصداقة اللي بينكم يا عبد البديع. تعرف يا عبد البديع الصداقة الحقيقية في الزمن السيء اللي انتوا عايشين فيه ده تعتبر في حد ذاتها كنز. كنز أهم بكتير من الفلوس. أنا بالمناسبة قررت للأستاذ نبيل مبلغ 10,000 جنيه من حساب الورثة. هو هيقدم لكم بيها فواتير طبعا، وهتتوزع عليكم بالعدل، وهتدفعوها من انصبتكم في التركه. التركه اللي هيشرحها لكم هو بالتفصيل. نتخلص بقى كفايه حرق الدم. على العموم احنا لينا قاعده على رواقه سوا. ارجع لك انت بقى يا دولت. شوف يا دولت، بالرغم من طولة لسانك اللي كان عمال على بطال بيغلط فيا، إلا إني عارف كويس قوي إن قلبك طيب، قلبك أبيض زيك زي أبوك إبراهيم الله يرحمه، وزي ما أبوك إبراهيم الله يرحمه ضحى بنفسه عشان أنا أتعلم وأكمل دراستي وهو اتحرم من المدرسة، وزي ما أنت تحملتيني وتحملتي معاملتي السيئة جدا للعرسان اللي تقدمولك واللي طفشوا بسببي وأصبحت بالتالي ضحية ليا، ولاني مش ناسي الفلوس اللي ساعدني بيها ابوكي لما وقعت في منتصف الستينات وكنت حفلس، ولولا هذه الفلوس انا ما كنتش وقفت على رجلي مرة تانية. انا كتبت على روحي 3 وصولات امانة بالمبالغ اللي سابها لك ابوكي امانة في رقبتي، واللي قدرت لها ارباح ب15 مليون جنيه. حلال عليك تعبي. تعبي وشهاية فلوسي. حلال عليكي. لا سمع انا هاجر عليه. الله يخرب بيتك يا عبد. بعدين يا عبد واحد الله مش كده. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. على مين عندك يا لونا؟ عايزينك بتحاسبله. على مين عندك يا علي؟ علي ابعد البني ادم ده من هنا، والله العظيم انت احط هم كله فيه. وانت نبيل بيه مخبي ايه تاني؟ يا خبر، ده انا اتاخرت. انا كده توليت. توليت ايه يا بنتي؟ الساعه 9:15، يعني بقالي قاعده عندك 10 ساعات. طب استني اكلم طنط استاذنها باتي معايا. لا خليها في ظروف تانيه احسن. يلا باي باي. انا صحيح ما قلتليش رسيتي عليها هتطلعي رحله بيسو عشان ما ينجح في كشف الهيئه الاول. نفسي اعرف ناوي على ايه يا مينا. لا ناوي على ايه دي؟ الموضوع كبير يطول شرحه وانتي مستعجله وانا عايزه العب. ففاصل وانا واصل.
ماشي يا ستي، باي باي. باي. دوسي 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 دوسي. أنا طبعا عارف إن أنت زعلان مني عشان خبيت عليك موضوع تكليف عمك ليا بكتابة الوصية والإشراف القانوني على تنفيذها. وبعدين يعني أنا عايزك تتمالك أعصابك كده يا عبدو. ويعني أنت راجل قانون وعارف عمك كتب الوصية وهو في حياته كامل قواه العقلية، وأنا هو اتمني على الأوراق والسيديهات بكامل إرادته. بعدين يا أخي هو ماله، هو حر فيه. حر في مين؟ ده تعب وشقايق نبيل. هي الثروة كام عشان نديك 15 مليون لدولة؟ تعرف أنا مين؟ ليه؟ أنا حاسس زي ما يكون رجليا سلام محشورة في أضمان زيك حديد والقطر جاي عليا هيموتني. أنا حاسس إني هموت، أنا حاسس إني هموت. كده تخوفنا عليك من اللي جاي اكتر. يعني ايه يا نبيل؟ لسه في ايه جاي؟ عمو نبيل صاحبك على اخره، خلي بالك. يا علي انا عازله، انا حافظ ابوك صم. انا اعرف اللي انت ما تعرفوش عن ابوك ولا والدتك ولا اختك، لكن الظروف احيانا بتحط الانسان في وضع زي اللي بيقول عليه، ويمكن يكون القطر اللي هو بيقول عليه ده هو نفس القطر اللي جاي عليا انا. وحدوا الله يا جماعه، قطر ايه وسكه حديد ايه بس؟ واحنا قاعدين في محطه مصر. على فكرة أنا، أنت ما عندكش دم والله. أبوك في كارثة، شقى عمره راح منه وأنت قاعد تهزر. أنا آسف. عند الوديع تهاب نكمل ولا نستأذن مدام أنهار نكمل بعدين؟ أنا أكمل كمل. هو مش اللي جاي الوصية برضه؟ لا، أنهار بره الوصية. يعني إيه بره الوصية؟ ولما هي بره الوصية إيه اللي جايبها النهاردة؟ جاي بصفة إيه نبيل؟ ما تتكلم. أنت فاكر لما المرحوم كان في المستشفى؟ لحظة. لحظة، نتوقف عن كلمة المرحوم دي. المرحوم دي لسه فيها شك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرر بقى إذا كان يرحمه يدخله نار جهنم باللي عمله ده. هو حر، احنا ملناش دعوة. يا عبد البديع ربنا يرحمنا جميعا. إلا هو. المهم، أنا قصدي لما كان المرحوم في المستشفى واستدعاني علشان أعمله الوصية، أنا الحقيقة كنت فاكر كده، بس اتضح إن كان علشان حاجة تانية. حاجة تانية زي إيه؟ يعني زي الموثق بتاع الشهر العقاري اللي احنا استدعيناه علشان يسجل عقود بيع وشراء. بيع وشراء لمين؟ لأنهار. دي مؤامرة يا نبيل، وصولات أمانة لدولة وبيع وشراء لأنهار، ولسه كمان فيه وصية. اهدى يا عبد البديع. محدش يقول لي اهدى، محدش له دعوة بيا. أنت قلت عقود، يعني مش عقد واحد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. عملتيها يا نهار؟ عملت ايه ليه؟ في حاجه يا نهار؟ اخرس يا حيوان. عملت ايه؟ اشتريت ايه من باشا يا نهار هانم؟ وجبت فلوس اللي اشتريتي بيها دي منين؟ انا مش فاهمه حاجه. فهمها يا متر، فهمها، اصلها بريئه ساذجه نغه في كي جي 1. يا فعلا ما تعرفش حاجه عبد البديع. اللي حصل ان انا بعد ما خلصت كتابه العقود بعت علي الشهر العقاري عشان يجيب موثق من هناك، والحقيقه دخلت علينا انهار. قلنا لها امضي يا انهار، راحت ماضيه من غير ما تبص ولا تعرف حتى هي مضت على ايه. وحياه ربنا هو ده اللي حصل. انا مش طمعانه في حاجه ولا عايزه اي حاجه من اي حد. انا كل اللي انا طالباه الستر والصحه ورضا ربنا عليا، وكده يبقى رضا الاشياء معدن. مدام انهار الباشا قبل وفاته ساب لك 3 عود بيع. ايه حكاية التلاتة معاه؟ بيوزع كله بالتلاتة. 3 وصولات أمانة لدولة، 3 عقود بيع لأنهار. هو كان عليه نادر بيوفيه ولا ايه؟ مدام أنهار سامعاني؟ دي العقود اللي انت مضيت عليها لما الباشا طلبك. أول عقد خاص بأرض في الساحل الشمالي في برج العرب. 10 مليون. وشقة في الزمالك في شارع أبو الفدا. 2.5 يبقى 12.5 مليون عليها. و وإيه؟ القصر ده بمحتوياته. استنى استنى. آخر سعر جبته للباشا الله يخرب بيته مطرح ما راح، القصر بمحتوياته كان 30 مليون.
30 مليون و12 ونص يبقى 42 ونص. في 15 بتوع دولة لما تسعى يبقى كام يا علي؟ 57 مليون ونص يا بابا. يا عبد بتديني على قفايا يا عمي، بترقع لي يا ابن الارندلي كده. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه نبيل؟ وفاضل عمارة الزمالك ب 8 مليون، وقصر حلوان ب 25 مليون، يعني 33 قبل الوصية. قبل الوصية ولا قبل بتاع العصير؟ والوصية دي بقى لمين؟ لعلي طبعا. لا لمين؟ عم عثمان البواب؟ على فكرة عبده هو أوصى بحسن معاملة عم عثمان. من عناية الاثنين أوعدك، كل يوم الصبح أعد عليه أضربه بالجزمة القديمة. علي انده غريب يجي يشوف أخته أنهار وكلم الأسعاف عشان الأنسة دولت، وأبوك أنا هأجل قراية الوصية لغاية لما يبقى كويس. لا 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 استنى، أنا كويس خالص، أنا كويس. هو اللي وحش، هو اللي اسود من جواه. أنا ولا هممني، أنا جامد قوي يا قدادنا. ربنا يقويك كمان وكمان يا جلابه. يا رب أكبر عليك يا عم. ولو هو كمان حطتها في سيدي، ما خلاص فتح مصنع اسطوانات قاعد يعب في سيديهات، فاكر نفسه عمرو دياب بروح امه. انا فاضل معايا 2 سيدي، واحد ليك لو عايز دلوقتي خده، والتاني للاوصى ليها السيده او الانسه اشجان ماضي السعيد. يا رب يا رب انا خلاص اوعدك مش هتكلم غير لما تخلص كلامك. إيه. وصية: أقر أنا نوح الأرندلي علي الدواويني وأنا في كامل قواي العقلية وبكامل إرادتي إنني قد أوصيت بتلت تركتي بعد سداد ديوني إلى السيدة أشجان ماضي السعيد، بشرط أن تنال هذا المقدار من التركة في الحالات الآتية: كونها أنسة لم تتزوج، أو تزوجت وأصبحت أرملة، أو تزوجت وطلقت، فإذا ثبت وقت تسليمها نصيبها من التركة أنها متزوجة يتحول هذا النصاب إلى ابن أخي ووريثي الشرعي عبد البديع علي الأرندلي علي الدواويني، تحريرا في 9 مايو 2009، إمضاء نوح الأرندلي. تلت 33 يعني 11 مليون، وعندنا هناك كام؟ 57؟ 57 مليون ونص. آه. والمجموعة كده تبقى 68 مليون ونص. آه. واللي فاضل لحضرتك من الليلة كلها 22 مليون. 22 مليون من 90 مليون جنيه ونص. أنا حاسس إن أنا اتشليت. أنا اتشليت يا نبي. ايه يا عبد القدير؟ بابا نقول لا، وايه اللي عامل في الناس كلها كده؟ ادي اخره الشرب والمشي البطال، كلهم خلصوا على بعض. استنى يا عم. يا بنت ده هم اللي فك ولا ايه؟ يعني ايه؟ بقى انا اديها 6 ميست كول ولحد دلوقتي ما تردش عليا. الحال اتشقلب ولا ايه؟ ده انا كنت بعمله سايلنت من كتر المزدات اللي بتديها لي هي عشان اعرف انام. تكونش بتدلع وطمعانه في اتصال ولا مسج؟ وانت مالك ملهوف عليها كده ليه؟ لا ملهوف ولا حاجه. الست قالت انها نازله تقابل محامي بخصوص عمها. هيحصل ايه يعني؟ معقول ممكن يكون الراجل البخيل ده مات وساب ديون عليه وطلبوها عشان تشارك في سادتها؟ انا احسن حاجه اقفل الموبايل واريح دماغي. هي اكيد لما هترجع هتكلمني. خير يا دكتور؟ طمنا. ما تخافوش، دي كلها حالات هستيريه، ما تخافش، نتيجه صدمه عصبيه قويه فجاه،
عموما مع المهدئات اللي احنا اديناها لهم الصبح هنعرف حالتهم وصلت لحد فين. طب يا دكتور ينفع بات مع بابا؟ ده اتشل. مفيش مانع، بس ده شلل هستيري مش حقيقي، هيقوم وهيبقى كويس. وانا ممكن ابات مع اختها يا باشمهندس؟ ازاي بقى وهي في عنبر النساء؟ مش مشكله يا عمنا، ممكن انام في اي اوضه فاضيه ان شاء الله، حتى انام على الحيطه، المستشفى واسعه وتشم الحبايب الف. هي لوكاندا، روح وبتعالى الصبح. يا انسان، دخت وشيت وبقيت اهلي وعزوته وناسي. طيب يا اساتذه، اشوفكم بكره على الصبح ان شاء الله. مش عارف اقول لك ايه يا علي. وعلى يا عم، ما على الرسول الا البلاغ. وبعدين انا شايف ان مبلغ ال 22 مليون فل الفل، حاجه ولا في الاحلام يعني. الف حمد وشكر ليك يا رب. مش فاضل بقى غير فضيله الرضا والقناعه دي تتنقل لعبده عشان يريح نفسه ويريحنا معاه. يلاش، هو اول ما يفوق انا هتكلم معاه وافهمه مصلحته وغلطه. الله يجازيك يا علي. ما تيجي بقى تقل عليك توصلني القصر، اخد عربيه بابا ارجع بيها على البيت، اعمل لهم فيلم اكشن كده، عشان لطيفه لو عرفت اللي جرى لعبده هتيجي المستشفى هنا وتعمل لنا قلبان. ادي له جرعه تانية اقل شويه ويفضل تحت الملاحظه لحد الصبح. عمرك يا دكتور. أنا طبعا ليه أهو، أهو صح أهو، بصرة بصرة. إيه النحس ده؟ كوبي حبيبك يا معلم. إيدك يا معلم. إيه يا معلم في إيه؟ بقول لك الكوبي. أشوف الورق. تشوف إيه؟ إحنا هنسرق بعد من أولها، الأمور أمانة وشرف، وبعدين إحنا لسه في أول عشرة. إيدك يا عم. صوابعك من على الورق، حليت على خراطهم وارميهم للوز. إيه ده؟ انت بتشر في وش السلاح يا بقلة؟ يا زميل اشر في وشك السلاح واشرحك كمان، وابعت جتتك لطلبة كلية الطب ياخدوا فيها دكتوراه. وحياة النعمة دي على عناية، ان شاء الله حتى ما اكمل الدور اللي قدامك ده. ده اهو انها سبعة كومي. اشهد يا منطقة على المعلم غريب الجوكر اللي بيتشير في وشه سلاح وجسده اتعرض لجارة احضره. فين شايف البرد؟ انا اصلا صاحبي واخويا وشيه وابن منطقتي. وعشان ثورة الشك دي يا عم بقلة، من هنا ورايح انت من طريق ولا من طريق يا عم؟ ولا جدري. ايوه يا معلم. صوت فاصول ياض، كل واحد يحاسب على مشاريبه. الدور بقى. السلام عليكم يا معلم غريب. اهلا وسهلا ابو ناصر، ثانية واحدة. خبر عاجل لجميع اهالي المنطقة. ما كانش العشب يا صاحبي. تعالى يا عم، نورت وشرفت. الله يخليك يا معلم غريب. عملت لي ايه في قلب الموضوع بتاعي يا معلم؟ الموضوع طول قوي، انا عاوز اعرف وصلت لايه. يا عم ما تقلقش، انت بتتكلم مع المعلم غريب الجوكر، مش شاب من مارينا. كلامي هيمشي، ولو ما سمعتش الكلام وفتحت بقها هتتقطع اربع تربع وتتوزع على ابواب القاهره السابعه. انا المعلم غريب الجوكر يا عم، في ايه؟ وبعدين في وقف الحال اللي احنا فيه ده يا اخوانا، هو مش الحداد الرسمي ثلاث ايام ولا ايه؟ انا شخصيا هفتح المعرض بتاعي من بكره. العمليه مش ناقصه وقف حال، لو اني خايف من ناحيه تانية يزعلوا مننا لو عملنا كده، وما يرضاش علي يساعدك في اللي بتفكر فيه. انا شخصيا مش هينفع افتح المحل غير لما علي يقول لي افتح. انا يا دوب هسيب 25%. بالحق يا جماعه، عملت ايه مع الست لطيفه؟ استنينا سيدي لما الاستاذ عبد البديع يرجع بالسلامه، وبعدين الست لطيفه اتفتحت. موت يا حمار. ها ايه الاخبار يا زعيم؟ اخبار ايه؟ وسخالتي عامل ايه يعني؟ لا ما تخافش كله تمام. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. علي يا ابني مش محتاجين حاجه نعملها لكم؟ كتر خيرك يا جوزخالتي. ما هياش عزومه بركبيه يا علي. قد الاولى عم عطوه. يلا سلام عليكم. انت ليه مش عايز تريح قلبي يا ابني؟ معاش ولا كان اللي يتعب قلبك يا جميل؟ ما قلت لك بابا بخير وزي الفل. الحكايه كلها ان عنده سهره صباحي مع عمه نبيل عشان موضوع التركه بتاعت نوح بيه الله يرحمه. يعني ايه؟ هو هيبات بره؟ بس ما تخافيش، انا هفضل معاهم ومش هخليه بصبص لحد خالص. ارتحتي؟ ارتاح ازاي وانت طول عمرك عايم على عمه وبتداري عليه؟ اعمل ايه وانا بختي مايل في جوزي واولادي يا ربي؟ اعملي لنا فته على لحمه ضاني، انا وعبده بنحبها قوي من ايديكي. بس بقول لك ايه؟ خلي بالك من نفسك المرحله اللي جايه، جوزك وري الشقله ومش هيسلم البنات اللي هيحوموا حواليه. تصبح على خير يا بطه. أكيد في حاجة، يبقى كلامك هيطلع مظبوط يا لوز. ألو
ايوه يا لوز، مش كلامك طلع مظبوط؟ انتي نايمه ولا ايه؟ لا ركزي، ربنا يكرمك، الهي خليكي فوقي قولي لي هعمل ايه. ادخل. في 10 مرات. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. امال فين الوالد؟ الوالد فين؟ الممرضة عدت عليه حوالي 3 مرات في خلال 3 ساعات قبل ما صحيك وما لقيتوش. يعني انا نايم وسايبه جنبي على السرير، يكون راح الحمام؟ كده يا عبده، احنا فينا من الحركات دي برضو. الو، صباح الخير يا عم. معلش انا اسف بكلم حضرتك في وقت زي ده. بابا ما عداش عليك او كلمك في التليفون؟ لا، ما انا بتكلم المستشفى، ما اعرفش، صحيت ما لقيتوش جنبي، اخد عربيته وخرج ما اعرفش راح فين في وقت زي ده. طيب ماشي، مع السلامة. على فكرة بقى دي مش جدعانة، فاكرها شيطانة يعني تضرب وتجري. صفي لي الليلة كلها على أقل من ربع يا عمي، بعد ما خدمتك العمر كله. خدمتك كام سنة انهار دي عشان تديها نص ثروتك وأكتر؟ عملت لك إيه يا مراهق يا تافه؟ بس ضحكت عليك بايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ هنقرا يا بيه. روح يا عم الله يسهلك، تقرا ايه؟ ده كل ثواب للميت يا بيه. الميت مش ناقص ثواب، يلا يلا. انت عارف انا حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس ان انا قعدت عمري كله احوش في حصاله مخرومه من ناحيتين. بس راحة ربنا انت استاذ لعبتها صح الصح. مراو عليك يا ابن الارندلي. كله تمام ازاي بس يا دكتور؟ انا حاسه اني مش فاهمه اي حاجه، حاسه ان انا مش داريانه بروحي خالص. واحده واحده على نفسك، ما تجديش تفكيرك دلوقتي خالص باي حاجه، وحاولي تريحي على قد ما تقدري، وانا هرجع لك تاني بعد العصر. لما الحاله التانيه تفوق كلميني في وقت، او بعد التاني لو ظهر برضه كلميني. حاضر. تحب احط لك مخده كمان تحت دماغك؟ كتر خيرك، واحنا في مستشفى ايه؟ انزل ادور عليه بنفسي يا استاذ. تنزل تدور عليه فين يا وطني؟ نبلغ البوليس. البوليس مش هيتحرك الا بعد مرور 24 ساعه من غيابه. امال بس هنقعد متكتفين كده يا استاذ نبيل؟ والله خلونا نفكر بس باعتبارنا اقرب الناس ليه، هو ممكن يروح فين في الحاله دي؟ ممكن يكون راح القصر تاني؟ احتمال. هو الباب اللي هناك ما عندوش موبايل نتصل بيه. عم عثمان ما بيشوفش. اروح انا بنفسي على هناك، واذا لقيته باذن الله هطمنكم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. وعليكم السلام. ايوه منى، بقول لك ايه؟ صحصح كده انا معاكي على التليفون وشوفي لي بابا عندك في البيت ولا لا. يلا يا منى، مش وقت الشغلات وحياتك. محدش في البيت؟ ولا ماما كمان؟ لا مفيش حاجة، كملي نومك انت. يلا سلام. استاذ نبيل. ايوه علي. هستأذنك توصلني لحد عربيتي، الف بيها شوية كده وحوالين القصر، مش قادر استنى أكتر من كده. هو الظاهر مفيش حل غير كده، وأنا كمان هروح أبص عليه في القهوة اللي بنقعد فيها، يمكن يكون قاعد هناك. وأنت أيوب. أفندم يا أستاذ. لو الأستاذ عبد الوديع ظهر يبقى اديني خبر. حاضر يا أستاذ. أوعى أيوب. اسمها ايه؟ ايوه كرياتين. عايزه تعملي ايه يا مدام؟ عايزه اعمل شعري كرياتين. عايزه اعمل شعري كرياتين. تعملي ايه يا مدام؟ عايزه اعمل شعري كرياتين. ايه الريحه المقرفه دي؟ دي بتاعت شعرها.
ويا ترى بقى اللي بيعمل لها شعرها ده راجل ولا ست؟ كل اللي شغال في المركز هنا انسات وسيدات يا فندم. حلو قوي، تحت امر حضرتك. الاقي عندكم كراتين يا فندم؟ ما انا بقول لك اهو كراتين، عايزه اعمل شعر كراتين. اه طبعا ممكن زي اللي بتعمل شعرها هناك. يكونش الكراتين ده هو اللي قلب ريحه المحل كده؟ اه ده في الاول بس ما تقلقيش، اتفضلي معايا حضرتك عشان اجهزك. جهزيني ليه؟ ليه؟ داخل اعمل عمليه؟ رحت فين يا عم؟ لا انا ماليش في البيره. انا خايف عليك من بعض يعني، مش شايفه دي مضت خبطت من زمان. بس انا معرفتي بقى خدت عليها خلاص. هات واحده بيره واحد 84 ما يكونش حد شربها قبل كده. حلوة حلوة. الله، بس انا ما شفتكش هنا قبل كده. غريبة. ايوه مع ان انا عمري ما جيت هنا قبل كده. حلوة 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 حلوة. شكلك شارب الهم يا شيخ.
مخبي.